كثيرا ما يتكرر مشهد النزاع العشائري اسبوعيا في محافظة ذي قار اذ لم يكن في الاسبوع مرتين او ثلاثة خاصة في السنوات الاخيرة النزاع العشائري الاخير كان بسبب مباراة كرة القدم في ملعب خماسي جنوبي سوق الشيوخ ليلة البارحة اما صباح اليوم فاندلع نزاع جديد في احياء الناصرية بسبب مشاجرة الاطفال في اشتبك تولياء امورهم بشجار المسلح راح ضحيته اربعة جرحى اثنان من اطراف النزاع واثنان من الماره. هذا الامر انتقده وجهاء المحافظه مطالبين الجهات الامنيه بعدم التهاون حفاظا على السلم الاجتماعي. لا بيحكي مثلا او كلام عنده وزعل ويا اخوه ويا ابن عمه ويا غير عشيره راسا ذاك سحب اقسام ورمى وقتل وهي صايره عندنا حاله جديده ونرفضها رفض قاطع. لأنه شيوخ وسادة ووجهاء يرفضون التسرع أولادنا ما يصير هالشكل يتسرعون لن يتأنى يسمع أبوه وبحسب مراقبين في الشأن المحلي النزاعات العشائرية استفحلت في محافظة ثقارة خاصة في السنوات الأخيرة الماضية لقناة التغيير هاب الخفاجي الناصرية